محمد كمال. طيب معنا تليفون، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو والله. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اسراء. مالك يا اسراء حزينه كده؟ ده انا كده على طول. انت كده على طول ليه يا اسراء؟ يعني الحمد لله. طب الحمد لله. احكي لي، انت مرتبطه يا اسراء؟ كنت. يعني كان فيه وخلص؟ كان فيه وخلص. طيب انت اللي خلصتي ولا هو اللي خلص؟ هو خلص عليا. لا هو خلص عليكي، بس انت اللي قلتي له كان فيه وخلص ولا هو اللي قال لك كان فيه وخلص؟ لا انا اللي قلت لما فات بيا. طب خلص عليكي ازاي يا اسراء؟ عمل فيكي ايه يا اسراء؟ عمل فيا كتير قوي. طيب انت الاول عندك كام سنه؟ 27. وهو كان عنده كام سنه؟ اكبر مني بتسع سنين كده. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصلكوا ان يبقى الموضوع كان فيه خلص؟ انا اتجوزت عندي 17 سنه. بعد كده حملت على طول في نفس الشهر اللي انا اتجوزت فيه. يعني طبعا حملت على طول يعني. جبت اول جبت ولد. دخلت بقى اول ما اول اسبوع اتجوزت فيه ده يجي المركز ويجي ناس اول مرة اشوفها واتخضيت ده استني، بيجيلك المركز؟ اه بيجي المركز في البيت في الشقة. الشرطة يعني بتجيلكوا؟ الشرطة بتجيلكوا؟ اه الشرطة. اه ليه هو كان هو شقي يعني؟ لا هو كان عامل مصايب كتير واخد فلوس من الناس وكده، والناس دي رفع عليه قواضي وكده. وانا مكنتش اعرفه ولا اهلي يعرفه كده. هو عنده بيته وعربيته ومنصبه كويس. فجأة كل ده لأ، كل ده مش مظبوط. كل ده ما حصلش يعني. وقعدتوا قد ايه مع بعض متجوزين؟ 12 سنة. وفي خلال ال 12 سنة دول شفتي طبعا معاه مصايب كتير. فلاحين بقى وزريبة وأرض وكل ده ما كانش ليا فيه ولا عمري اشتغلت فيه ولا عمري كده. بقيت أروح معاهم وأجي أنت من القاهرة أساسا؟ من المنصورة. بس أنت من المدينة وهو من قرية. مش كده؟ اه اصل حياة الفلاحين دي حياة جميلة على فكرة قوي. هي حياة جميلة مع الناس اللي تقدر، لكن الناس ما تقدرش تعبك وناس تضغط عليك نفسيا لدرجة ان هي تدخلك في انهيار عصبي وخيانة وعندهم كل حاجة عادي. يعني انا كنت بشوف حاجات كان بيحصل حاجات انا اول مرة كنت اشوفها في حياتي ما شفتهاش غير في البيت ده. وكل حاجة عندهم يعني عادي. زي ايه كل حاجة عندهم عادي؟ زي مثلا ما عندهمش حتة عيب. يعني انت كنت في بيت عيلة مش كده؟ اه. طيب يعني اخواته مراتات اخواته والناس دي الناس عايشة يعني مع بعض كده عادي؟ اه يعني ممكن مرات اخوه ترضع بنتها قدامه عادي جدا، عادي قدام بابا قدام سلف التاني عادي جدا، مفيش الكلام ده. طبعا انا لا ما خدتش على كده، متعودش على كده، في احراج في احترام في طيب. كل حاجه حضرتك. عشان ما انتهش بقى، عشان ما انتهش من بعض، ايه اللي خلاكي تقولي كان فيه خلص؟ أول ما اتجوزت
أول صدمة موضوع بس أرجوكي بسرعة شوية بسرعة عشان وقتنا بيجري لو سمحتي. حاضر. قولي. أول صدمة إن الشرطة تيجي وتاخده ويبقى في مشكلة. قلتيلي إن الحكومة جت خدته. دي أول صدمة صدمة فيه. أنا كنت اللي عايزة أعيش حياتي وعايزة أحافظ على بيتي وأحافظ على ولادي معايا ولدين. ايوه تاني صدمة كمليني، ما انا عايز اعرف الصدمات اللي ورا بعض. خيانة، اكونتات فيك كتير وبشوف رسايل وبعرف ان هو كان بيقابل ستات، ممكن ادخل معلش في اللي اقوله لك، ممكن ابقى عارفة ان هو بيسمع افلام مش كويسة ببقى طيب تالت معنى صدمة. صح. ايه ان هو مفيش كان بيخليني اكلم حد صاحبه عشان يديله فلوس. لا استني بقى، عشان هنا احنا رحنا مش في صدمة، دي حادثة. يعني هو كان بيخليكي تكلمي صاحبه علشان ياخد منه فلوس، تكلميه تقولي له ايه؟ في الاول كان خدي كلمي عليه مش عارفة اي حلو حاجة. سلمنا عليه. بعد كده انتي اللي بتطلبي الفلوس لا ولا انتي بس تهزري وتضحكي ويبقي ازيك يا بيبي وحشاني قوي ومش عارف ايه علشان مين؟ لا مفيش يا بيبي، مفيش الكلام امال؟ ده. انا كنت لسه صغيرة ومش فاهمة. في الاول كان ازيك عامل ايه اخبارك، ايه؟ تكون بخير يا رب، تكون بخير يا رب، تبقى اه كويس اه خلاص. بس بقفل بقى، هو انا عايز فلوس، عايز اجيب كذا، عايز ده امي في المستشفى، ده طب هو ما كانش بيتكلم بيجيب صاحبه ده البيت يعني ويقعدوا معاكي وبتاع؟ صاحبه ده. انا عمري في حياتي ما شفته، انا عمري في حياتي ما شفته. صاحبه ده مسافر المانيا. عايز اقول لك جه في وقت قال لي لازم تكلمي صاحبي ده علشان انا محتاج مبلغ مثلا 40,000 جنيه ولا 50,000 جنيه. وانتي اللي ليكي دلال على صاحبه ده اكتر منه يعني؟ ماليش دلال، ما كلمتوش، ما فيش بيني وبينه لغة حوار خالص غير ازيك بس، وبقفل. انا مش فاهمة حاجة ومش فاهمة هو بيعمل كده ده ليه. دي كانت الخبطة الأخرانية اللي قلتيه لا احنا لازم نتطلق. لا دي في البداية خالص، انا طب دي كمليلي ايه اللي حصل؟ في بداية جوازنا خالص، دي أول سنة طيب ما اتجوزت انا بس فيها. عايز اوصل، الوقت بيجري، لو هنمشيهم سنة سنة ال 12 سنة دول يبقى هنخلص لا بعد لا لا بكرة. لا والله، ده هو بعد كده كلمت صاحبه قلت له ده فلان عايز كذا كذا. لا ما قلتلوش فلان، قلت له انا محتاجة مبلغ كذا. قال لي بصي انا عارف اخلاقك كويس، عارف ان انتي بني ادمه محترمه وبني ادمه كويسه، وانتي ازاي تتجوزي واحد زي ده وده نصاب وده مش عارفه ايه وعمل مصايب كتير، وانتي مش بتطلبي الفلوس دي ليكي، انتي بتطلبيها ليه، وانا مش هديكي حاجه. والموضوع ده خلص، حصل ايه تاني بقى؟ لا ضربني ضرب وهني وشتمني وكان بيموتني، كان وشي كله حوادث. بعد ما قفلت معايا قلت له انا بحبك وانت لو بتحبني تساعدني انا، فمردش عليا. بعديها شاف المحادثة وضربني، قلت له انا عملت كده عشانك، انا عملت ده يعني انت قلتي عشانك لصاحبه انا بحبك وساعدني بال وانا 40 ما الف كانش بس انا ما علشان كانش يبعت الفلوس؟ انا ما كانش في نيتي اني بحبه خالص، ولا كنت بفكر ان انا بس احبه، برضو ولا يعني انت بتنصبي على الراجل. هو اللي قال لي اعمل كده. طيب اخر حاجه حصلت ما بينكو خليتك تقولي خلاص كفايه انا كان فيه خلص ولازم نتطلق كان ايه؟ ما بيصرفش عليا نهائي، ماشي. صاحبه ده بعد كده انا اللي بقيت اتكلم معاه، بقى كل حاجه في حياتي عامه، بقى اخ وصاحب وكل حاجه، وحبيب وكل حاجة. كل حاجة. معنى كل حاجة ان هو اللي شايلني، هو اللي شايل ولادي. ابني كان محتاج عملية كبيرة قوي، هو اللي عملها له. مصاريف مدرسة، بس انت صاحبه ده مصاريف مدرسة. شفتيه ولا ما شفتيهوش؟ عمري في حياتي ما شفته، عمري في حياته ما قل أدبه معايا. عايزة اقولك محترم جدا، عمره ما طب صاحبه تجاوز ده وعدك بالجواز؟
انا بقالي 10 سنين بعرفه. وعدك قالك لو اتطلقتي هتجوزك؟ مش اول سنة ولا تاني سنة، بعديها فترة. حلو، اديك اتطلقتي. بس ما قاليش لما تتطلقي هتجوزك والكلام ده، ما قالهوليش. بس انا حبيته لدرجة اني عشقته، وهو كمان مش شايفة حد في الدنيا غيره. ولسه بتتكلموا مع بعض؟ لسه بك. واول عايزة اقولك، اول ما اتطلقت انا بقالي 2 سنين، هو اللي جاب لي شقة، هو اللي قعدني، هو اللي يصرف عليا وعلى ولادي وكل ده، هو خلاص يعني. طيب بصي، عايز اقول لك حاجة، اسمعيني بقى، اسمعيني كويس. صاحبه ده كل انه يبعت لك فلوس او يجيب لك شقة، الكلام ده بالنسبة له سهل جدا، لان اليورو بحاجة وسبعين جنيه اللي عايش في المانيا ده. يعني لو بعت لك 1000 يورو، اوكي، يبقى بعت لك حاجة و70,000 جنيه، والف يورو ده بالنسبه له ممكن يكون حاجه بسيطه لو هو راجل مقتدر وبيشتغل هناك وناجح. يعني القصه بقى، هنفضل بقى ابعت لك فلوس، خدي شقه، كلميني كلمتين حب، قولي لي يا بيبي، اقول لك يا حبيبي انا بحبك، طب انا اتجوزك، طب ارتبط بيكي، ولا هيجي يرتبط بيكي؟ هي دي القضيه. عشان ما تفضليش فاتحه الباب كده على مصراعيه زي ما بيقولوا، وانت ست مطلقه ومعاكي اولاد ومتعلقه ومش عارفه هتعملي ايه في حياتك، ويعني انت عايشه على اساس ان الراجل ده هو ده اللي بيصرف عليكي، وبيصرف عليكي باي حق وباي شكل. فانت لازم تحطي حدود للقصه دي، لان القصه دي بتوسع منك ومش هتتلم مع الاسف.